لم يعش ما يكفي من الحرية، إنما رافقه زمن الظلام والسوداوية في سجون حكمت عليه أن يبقى فيها لفترات طويلة وصلت لأكثر من 15 عاما. ولا ضير في منظور الاحتلال العنصري أن تؤخذ السنوات من عمر الإنسان، بل يؤخذ معها الصحة والعافية والقوة والأصدقاء والأحبة لتبقى خيالاتهم حاضرة في غياهب ليالي الأسر القاسية. لكن سراج الأمل يبقى مشتعلا لا تطفئه السجون. فشمس حريتنا لهذا اليوم الأسير جمال حمامرة من سكان قرية حسان قضاء بيت لحم، والذي كان من ضمن مبعدي مرج الزهور. ما زالت قوات الاحتلال تمارس بحقه سياسة الاعتقال الإداري، رافضة إطلاق سراحه، رغم أنه يعاني من وجود كتل على رئتيه ويشتكي من آلام حادة في صدره، وترفض إدارة السجون أن تقدم العلاج اللازم له. جمال إنسان زيه زي إنسان فلسطيني، بنتمي لإنسانيته، بترجم إنسانيته من خلال عمله لفلسطين. الإنسان الفلسطيني هويته فلسطينية، فلسطينية بحتة، يعني غير مؤطر تنظيميا، مؤطر فلسطينيا، صاحب مفهوم أنه ذوب في المجموع ومضر لك تقول أنا. إذا ملكيتش نتائج هلأ راح تلاقي نتائج بكرة، ما مع الناس، بس الأفضل نتائج اللي ممكن تأخذها مع رب الناس. عنده فلسفات يعني كثير حياتية كلها أجت من معاناته، من تجربته في الحياة. صاحب قلم رائع، بكتب عن الإنسان الفلسطيني، عن ألمه، واللي بيقرأ لجمال بحس إنه عم بحكي، إنه جمال عم بيحكي عن عن عنه عني وعن الست والصبية والاختيار والشاب. زوجي حبيبي أستاذي، كان يعني تعرفت عليه عن طريق إنه كان أستاذي في المركز، مركز الكمبيوتر، ومن خلاله تعرفت عليه، من خلال المركز، غير من خلال دراسته كيف كان يتعامل، كيف عرفت كل شخصيته من خلال تدريسه لإلي. وهو أب حنون لأولاده، دائما كل يوم لازم يحكي لنا شغله عن وطنه، لازم معلومات يحكي لنا اياها عن اصحابه، أسرى، حتى يعني اذا كان في شهيد لازم نروح نشارك، اذا كان في اسير طلع باخذنا، باخذ اولاده. في كان ايش حلو فيه، بحب ارضه كثير كفلاح، يعني في عندنا ارض كريمه الخط 60، او يعني هي ارض هيك مهجوره، خلاها زي الجنه خلاها. ابوي اسير في سجون الاحتلال، أبوي كان يحب أرضه كثير، يعني كان أنا وأخوي يأخذنا دائما على الأرض، يعني يرجع من شغله يرجع يأخذنا أنا وأخوي على الأرض. كان يعني مثلا يولع نار، يجوا الجيش يحكون أنت أهبل، بس أبوي يحكي في عقله لا، أنا بستسلم مش عن أرضي، بستسلم مش عن أرضي، لأن أبوي باقي يحب أرضه كثير مش شوي. بعدين يعني إحنا نشوف نهوته، أنا وولاد عمي قاعدين بشوف نهوته زهكانين، بيحكي لنا تعالوا بدأخذكم هالمشوار، يا بيودينا عبركة يا بروح يودينا يسلينا، يعني أبوي باقي يبسطنا كثير، هو يفرحنا. شو بدي أحكي، تمني أحكي جمال الله يرضى عليه، الشارع كله بحبه وبريده، كان يحب العبادة، وين ما بدي أروح يطلع معي، بدك تأخذني بدي أروح أصلي على الأقصى، وكان يطلع معي على الأقصى دائما. كان يحب للوطن، وحب لأصحابه، لقرايبه، لأهل البلد، للوطن دائما يظل يراجع بالنسبة لحبه للوطن. والحمد لله الله يرضى عليه، هاي الطريق اللي اختارها. قارئ بنهم، قارئ بجشع،
فيش يوم بمر عليه اللي لازم يقرأ، لازم يقرأ، مش بس يقرأ، بيوظف القراءات اللي عم بأخذها وبيقرأ للكل، دراسات إسلامية، بيقرأ ماركسية، بيقرأ تاريخ، بيقرأ دراسات إسرائيلية، وهذا ساهم في يعني تشكيلة الكاريزما تبع الجمال، يعني ساهمت بشكل كبير جدا إنه خطيب ومتفوه كمان بيحكي عن ألم ومعاناة الإنسان. جمال من الجيم لللام كلها معاناة، بس دائما أبدا كان يحول الألم والمعاناة لتفاؤل ولحب للآخر، ودائما أبدا بكل الناس إنه صح متألم، بس إذا أنت يعني متمسك بحالك استفيد من ألمي وروح باتجاه الآخر. تعلمت من جمال الصبر، الحكمة، دائما 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 هاي النظرة بحكيها، إن دائما تفائلي بالخير ودائما شوفي أو خدي إنه الناس فجواها في خير، يعني إنه اتوقع من الناس دائما الخير، هذا أحلى إشي فيه، أحلى صفة فيه، دائما دائما اتوقع من الناس الخير عشان الله يبعث لنا فعلا الخير. تعلمت منه إنه التعليم مهم كثير لبنت، على فكرة أنا خلصت الجامعة عنده هان بعد ما تزوجت، يعني كنت سنة ثانية جامعة وهو كمل معي، يعني وقفت شوي عن الجامعة، كان عندي توأم ورجع وشجعني ورجعت كملت. كان طالب مدرسة مجتهد، بحب معلمينه لليوم، مدرسينه في المدارس وفي الجامعات بتحدثوا عنه بشكل كثير حلو، مش يعني جمال هيك كنا متوقعين، بس بظروف أفضل، إنه يكون محقق شغلات أكثر من مجرد إنه يكون موجود في السجن. درس دراسته الأولى في مدرسة حسان لحد المرحلة الثانوية الأولى، يعني الأول ثانوي، لأنه كان معتقل، ففي التوجيه اعتقل، طبعا هو عمره 12 سنة. قبل ما اعتقلوه تعرض لعملية، تعرض لإصابة بالانفجار مجموعة ألغام كانت موجودة في الأرض قريبة من أرضنا، ويبدو أنه كان إما السيل أو بنعرفش، يعني الألغام في المنطقة هذه في حق الألغام من قبل 67 زرع الأردنيين، فانفجرت في كل جسمه، يعني في إيديه وفي وجهه وفي صدره، ما زال في شظايا لحد هلا في جسمه. مرة واحدة زرته، كنت ممنوع، قدمت لحقوق الإنسان، بعد مدة طويلة تبنى أداني السماح، والأول مرة رحت رجعوني، أما المرة هذه في 12 2 أي نعم زرته بال 81 وقت ما اقتحم ألين جولد بن الأقصى، كانت في مواجهات عنيفة، وكانت مزرعة الأقصى، فهو أصيب إصابة خطرة، وبعدها نقل أمضى يعني تقريبا 3 شهور في المستشفى، بعدها اعتقل لمدة 3 سنوات. في 3 سنوات ما ثننش على التعليم، كمل دراسته وكمل توجيهه، وبعد ما طلع كمان كمل التوجيه، عاد التوجيه مره ثانيه على اساس انه يتحصل على معدل لاهله يدخل الجامعه. في سنوات هاي الطفوله وهو صغير، يعني انا وياه ما كنا نعرف بعضنا الا غير انا ناصر جبر حمامره، هو جمال جبر حمامره، لاني انا كمان اعتقلت وانا صغير، هم لما اعتقلت انا هم كان هو كان صغير كمان، فما عرفناش بعضنا، يعني ما كانت هذيك اللقاءات اللي نعرف هويتي وهويته، مزاجي وجدانيتي أنا ولا هو. كمان إن أخو الأكبر الهلا بعد في الأردن نفس الشيء، كمان كان الأخري معتقل، فكنا يعني مشتتين إلىها، يعني نوعا ما إذا بنقدر نوصف حالنا بهذا الشكل، لكن في داخل الوطن. بذكر في مرة من المرات رحنا، أول ناس زاروا النقب الدفعة إحنا، لما رحنا أنا طلبت واحد، طلعت الضابط اللي جاء اللي ورايا، بقول لي شو أنت بدك واحد؟ عندك واحد؟ طب ما في عندك كمان أخرى واحد؟ قلت له أنو؟ قال جمال، وإن ملبتين أجلكم الله، ملبتين أبو الطار، إلسان تبعه شو؟ وكل حتى اليهودي الدرزي صار يضحك،
يابا انتوا اثنين هانا؟ قال يابا الثلاث. بس زادت ألم عند أمي وعند أبوي اللي كانوا يتنقلوا من سجن لسجن، وإحنا نعتذر منهم يعني، بس إن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم. كنا إن حدا يروح على سجن رام الله، حدا يجي على سجن جنين، حدا يروح على سجن نابلس، حدا يروح على سجن مسكوبية، ويروحوا على الآخر، لأن كانت زيارة أيام جمعة. هاي الألم كمان ساهم في إنه أوجد هيك محددات في شخصية جمال، أوجدت شوية إنه جمال ما كانت بس مجرد أسير وأخ. جمال كان طفل صغير، بس لا هو كان رجل في شكل طفل. بفتقد يعني بالأيام غياب جمال بيأثر علينا دائما، كلكنين كلك، مفيش أمان حتى للأولاد. أنا مسؤولية كبيرة صار عندي، يعني أكثر إشي حتى لما أجوا اعتقل، يعني أجوا فتشوا الدار بعد اعتقاله، يعني كثير كانت مقلق مخيف. يعني بطلنا حتى، يعني صار الليل عندي شوية لازم أظني صاحي في أتأكد من الأبواب تسكر مش متسكرات، مين حوالي الدار، أي كركعة أدايك منها أقوم أدور. بأثر هذا علينا طبعا، بأثر. أخذوا الجيش ويعني يعني كرفنا، يعني بطل ولا واحد يفرح، صار الكل يتزهكان وفيش حدا يسليه. مدام الغالي راح بطل في حدا يسلينا، يعني لحد الحين أنا ولاد عمي ولا واحد حين صار يشوف البركة اللي نزلنا عليها، ولا واحد لحد الحين. بس يعني أبوي كان يعني كان هو زمان يخبي ذكريات كثيرة، هي يوم كبير قاعد يحكي لي خبي ذكريات كثير، بس أنا للأسف ما خبي لا ولا ذكرى. تعرفت على فلسطين أكثر من خلال جمال، حبيت فلسطين أكثر من جمال. الأسرة، موضوع الأسرة عن جد يعني في ناس كثير بتجهلين الموضوع هذا ولا سمعوا فيه، يمكن لأنهم بجربوش الأسرة، يعني بجربوش معاناة الأسرة، بل مهمش يعني أنهم ما جربوا. بعد ما الواحد يجرب بشعر شو يعني أسير، شو يعني أهله، كديش معاناة لما نروح نزور، كديش معاناة لما استنى ستني يعني هالزيارة. يعني بتذكر أول في 2014 يعني الاعتقال الأول إله بعد ما تزوجنا، كنا لابسين وجاهزين وطلعنا 4:30 أنا وعمتي حماتي مرة كبيرة أولادي باب السجن بالضبط، حكونا انتوا ارجعوا مرفوضين. طب ليش معنا تسريح؟ يعني كانت اكبر صدمه، يعني يعني وجعتنا اكثر من السجن نفسه، اكثر من اعتقال جمال نفسه. بس لما التقينا في السجن كان وضع اخر، يعني مش كان اخوي في السجن، كان اخوي في السجن بس كان رفيقي، كان في مثابه مش بس سند، كان يعني متخندق جنبي، انا اكبر منه بس مرات كثيره كنت اتعلم منه، أتعلم صبره يعني صدميته حتى مع الاحتلال، أتعلم منه إنه إذا أنت موجود فقبلت التحقيق، يعني تذكر بس مين أنت، تذكر إنك أنت ممكن هلا تتألم بس أخر شوية ممكن تتألم سنين، بس إذا صبرت على ألمك هلا وعضيت على ألمك أنت ممكن يكون ألمك مقصور في فترة معينة وبعدين تتغلب على ألمك. فبعد ما التقيت أنا وجمال في السجون كانت رحلة خففت شوي، والأيام اللي مرت معانا ما بيعلم فينا إلا ربنا، بنقول يا الله الصبر، يا رب تلهمنا الصبر. الحمد لله كان وقتها ناصر وجمال وهيثم وطارق كل هذول في السجن، بس إنما هيثم كان في المستشفى في الرملة. وستي يعني كانت تحكي لي أشياء، يعني قصص كثير عن أبوي، أكثر من قصة، يعني قصص إن ستي تفش كلبها، يعني حتى يعني أبوي، حتى أبوي دي فش كلبة، أبوي جوا كلبة فلسطين، يعني فلسطين بدي إياها تتحرر، يعني في كل شيء بدي إياها تتحرر، كل شيء. كل ما بطلع في وجه واحد منهم بطلع بشوف صورة جمال، بقول لك لما بشوف عبد الرحمن بشوف جمال. جمال يعني انا لحد هلا بشوفه ابو عينين زرق هيك، الولد الصغير الحبوب اللي بده يطير هان وهان وهان، بده يسوي كل شيء لهالناس ويقدم كل شيء، يفرح اي حدا حتى لو كان على حسابه، حتى لو كان على ألمه، حتى لو كان على الحمد لله رب العالمين. يعني بقول انه جمال الى حد ما يعني انجز، انه اليوم حديث شارع، انه اليوم الاولاد في المدارس بكتبوا عن جمال. الصبر قوه
وإحنا تعلمنا منك أنت الصبر يا جمال. أمانة الله بنتي ملاك كثير ماخذة من أبوها صفات الثقة بالنفس والكتابة. يعني في على الإذاعة إذاعة فلسطين إذاعة الأسرة دائما لازم تشارك فيها، لازم تحكي خطاب. ستي يعني باكي يعني ترتاح بشي، يعني ستي باكي وضعها 4 باكين في السجن لميتها، يوميتها عمي طارق وعمي هيثم وأبوي وعمي ناصر. يميتها ستي بكتش تحط اللقمة في ثمها كثر ميتها زعلانة، يعني مش قادرة، يعني عان مع الكاس مع أبوي وعمي. يعني في واحد بفرق بين أولاده؟ لا. تأكل الجمال كان على الحمالة، يعني ما في إمكانية يروح ليجي. رجعوا على البيت مرة ثانية، بلغوا البيت أمي وأبوي. أمي أختكل أبوي وأختي قاطبة، ظلت أمي وأختي، صارت عملية تبادل. يعني إذا أنا بجي بسلم حالي بروح أمي وأبوي، بروح أبوي وأختي وبهدوش البيت ومعي للساعة 7:30. إذا بسلم حالي خلال الفترة هاي مش راح يسوي الأشياء. فكانت في صفقة، يعني خلينا نقول هيك، إن أنا لا بروح بسلم حالي وبلاش أهدد البيت، بروح أبوي وأختي. بالفعل أنا عاد رحت سلمت حالي. ما بين تسليمي لحالي وما بين ما أبعدونا، نحكي عن ساعة زمان فقط، وكأن كانوا يستنوا تمنى يكتمل العدد القائمة اللي كانت يعني مرشح للإبعاد. جمال في هذيك اللحظة يعني ما كان في مجال إلا يتحرك ولا إشي، ولا حتى يروح على الحمام ولا كل جسمه مصاب، كل جسمه فيه رصاص مش في محل واحد. فأذكر لما أجوا نادونا مشان منعرفش إحنا كمان على الإبعاد، لما طلعونا برا على الساحة باب مركز توقيف المقاطعة أو البصة في بيت لحم، كانوا كثير حاقدين بالتحديد على جمال، لدرجة أنه نزلوه في بركة مية لفوق الركبة لأنه هو فيش مجال يعني يمشي زينا. وبعدين طلعوا في الباص، تصوروا واحد مصاب المية، طبعا كلنا حطونا بهذا الشكل، بس احنا كانوا يمركونا من الجورة مرور عادي، بس جمال الضابط هذا تقريبا قاعد. تصوري كيف الواحد يقعد بعدين 36 ساعة والمية عليه ومصاب ومكلبش بديه بجريه توت الباص. توت الباص ما قالش أخ تعبان جمال. جمال أكثر إشي اللي متعبه إنه هدول اللي زي ما هم حكون إنه في كتل سرطانية عند القلب، يعني حتى الكلمة يحكوها يا هيك صعبة، يعني كيف هيك بتحكي لمريض هيك إشي؟ فهو بيحكي إنه مش راح أفكر إني أتعالج عندهم هناك، قررت إني أطلع ومستنى سنتها يطلع عشان نكمل علاجه برا، لأنه لما أضرب كمان على الطعام صار عنده زي التهاب في البنكرياس، غير بالإضافة إلى مشاكل الأمعاء، فهذا كمان أثر عليه. مش من جمال الأول، يعني هو بجابر فينا، هو بجابر فينا، وأنا كله ولا همك تخبش يابا. وهذا السجن للأزلام للأبطال للشجعان طبعا مع تراكم الاعتقالات كانت كثير وضع الصحي شوية، يعني مش شوية كثير، كان صعب وكان متقلب بشكل كبير جدا هذا الوضع، وزيه زي أسير ثاني الفترة الطويلة إلا يطلع بحالة مرضية بحالات مرضية مختلفة. بس المرة هاي بعد الإضراب عن الطعام اللي حصل في 2014 كثير أثر بشكل كبير جدا على وضعه الصحي، وعلى يعني الآثار اللي صار معه بسبب الإضراب. 64 يوم هذول مش كلام، يعني كان الإضراب. بعدها روح من الأسر، انتصر وقتها في قضية الاعتقال الإداري. المرة هاي للأسف الشديد اعتقل أخرى مرة، صار له تقريبا سنة وشهرين. التمديد الأخير كانت 4 شهور. بعد 5 شهور من اعتقاله عملوا يعني كان في عنده حالة مرضية مش واضحة، اتوقع هو أنه نتاج الألم اللي في صدره، لأنه كان مسوي كسترة بعد ما روح من الإضراب، أنه سبه مرتين كسترة، كان يعاني من يعني مش فكرنا، وهو الاخر كمان كان يفكر انه بسبب الوضع اللي هو صعب كان باك، اخذوه على المستشفى سووا له فحوصات في اداره السجن، فهم بقول انه في اول مره ثاني مره وثالث مره بعدها قالوا انه في كتلتين ورميات موجودات ما بين القلب والرئتين، لكن احنا ما بنقدر نحدد شو هدول شو هي شو الموجود لحد هلا. لحد اخر يعني الاسبوع اللي قبله الاسبوع اللي فات
بيحكوا عن كم سجن الرملة، سووا له فحص، واللي قبله كمان بأسبوع أخذوا يومين ثلاثة أيام سووا له فحوصات، لكن لحد هلأ ما حددوا شو الموجود، شو اللي بصير معه. وضع بكل أنا كثير بتألم، مرات كثيرة بكون الوضع صعب عليته، لكن ما في علاج. تعلمت منه الصبر كثير. لما انطخن باب الدار وخذوه على هداسة، واللي تولى العملية تولى إياها الدكتور واحد عربي في المستشفى هداسة وواحد يهودي، ونجحوه ونجحت العملية 118 طردة من هان و 118 طردة من هان، لأن الرصاص قطع الشريان. أجا لابو كلي ثاني يوم ثالث يوم، الله لابو كلي دخلت علينا الجيش وإحنا نائم في المستشفى في قبالي ناس من أبو غوش، الله يمسكهم ويمسيهم بالخير. الله أبو كلي وكل مين هذا النايم؟ الضابط المخابرات اللي بكهانا قال له هذا أبوه، قال له ممنوع ينام هون، قال له مش هذا مش شغلك. مين؟ الغواشي، قال له هذا مش شغلك واطلع برا، هذا بيت حليم، هذا للراحة مش للمقاتل. ربطوه في جريه والله ما أزل وهو صاحي، وأنا مخلي حالي نايم ولكن صاحي. ربطوه في جريه وربطوه في ديه في الكلبشات وربطوه في التخت. لما تعرض للإصابات هاي نقل على أساس أنه خلاص يعني بعد كل هذا الوضع اللي فيه حملوا في الكيس الأسود أخذوه على قرية جنبنا على أساس يدفنوه في الليل. في القرية اللي جنبنا ما يعني أجى الجيش، لما جمعت الناس وصاروا ينادوا إنه في شهيد أجى عود الجيش أخذ الكيس الأسمر مرة ثانية اللي هو جمل، أخذه على معسكر الدهيشة. في معسكر الدهيشة هناك حملوا في أمبولانس الجيش يعني ودوا على أبو كبير على التشريح. في التشريح اكتشفوا إنه ما زال حي يرزق. جمال اشتكنا له يا رب يطلع عن قريب، ومستنى استني يعني شو بدي أحكي لك، سندي هو إن شاء الله بيجي عن قريب. الله يا ابوي يفرج همك ويطلع كل الأسرى اللي معك. بتمنى له يروح ويرجع للشارع اللي بحبه، للناس اللي بحبهم، للبسطة اللي بيسألوا بيستبدين اليوم وين جمال. احنا مستنى الصبر فوق كل اعتبار، الصبر قوة والصبر قوة إيمان، وهذا الله كتب علينا. لازم نقول الحمد لله على ما أعطانا، غير هذا ما بعطي ما بقول له.
لم يعش ما يكفي من الحرية، إنما رافقه زمن الظلام والسوداوية في سجون حكمت عليه أن يبقى فيها لفترات طويلة وصلت لأكثر من 15 عاما. ولا ضير في منظور الاحتلال العنصري أن تؤخذ السنوات من عمر الإنسان، بل يؤخذ معها الصحة والعافية والقوة والأصدقاء والأحبة، لتبقى خيالاتهم حاضرة في غياهب ليالي الأسر القاسية، لكن سراج الأمل يبقى مشتعلا لا تطفئه السجون. فشمس حريتنا لهذا اليوم الأسير جمال حمامرة من سكان قرية حسان قضاء بيت لحم، والذي كان من ضمن مبعدي مرج الزهور. ما زالت قوات الاحتلال تمارس بحقه سياسة الاعتقال الإداري، رافضة إطلاق سراحه، رغم أنه يعاني من وجود كتل على رئتيه ويشتكي من آلام حادة في صدره، وترفض إدارة السجون أن تقدم العلاج اللازم له. جمال إنسان زيه زي إنسان فلسطيني، بنتمي لإنسانيته، بترجم إنسانيته من خلال عمله لفلسطين. الإنسان الفلسطيني هويته فلسطينية، فلسطينية بحتة بحتة، يعني غير مؤطر تنظيميا، مؤطر فلسطينيا، صاحب مفهوم إنه ذوب في المجموع، وما ظلك تقول أنا إذا ملكيتش نتائج هلا راح تلاقي نتائج بكرة، ما مع الناس بس الأفضل نتائج اللي ممكن تأخذها مع رب الناس. عنده فلسفات يعني كثير حياتية كلها أجت من معاناته، من تجربته في الحياة. صاحب قلم رائع، بكتب عن الإنسان الفلسطيني، عن ألمه، واللي بقرأ لجمال بحس إنه عم بحكي، إنه جمال عم بيحكي عن عن عنه عنه وعن الست والصبية والختيار والشاب. زوجي حبيبي أستاذي كان، يعني تعرفت عليه عن طريق إنه كان أستاذي في المركز، مركز الكمبيوتر، ومن خلاله تعرفت عليه، من خلال المركز، غير من خلال دراسته كيف كان يتعامل، كيف عرفت كل شخصيته من خلال تدريسه لإلي. وهو أب حنون لأولاده، دائما كل يوم لازم يحكي لنا شغلة عن وطنه، لازم معلومات يحكي لنا إياها عن أصحابه أسرى، حتى يعني إذا كان في شهيد لازم نروح نشارك، إذا كان في أسير طلع بأخذنا بأخذ أولاده. في كان إيش حلو فيه، بحب أرضه كثير كفلاح، يعني في عنا أرض كريمة خط 60، أو يعني هي أرض هيك مهجورة، خلاها زي الجنة، جنة خلاها. أبوي أسير في سجون الاحتلال، أبوي كان يحب أرضه كثير، يعني كان أنا وأخوي يأخذنا دائما على الأرض، يعني يرجع من شغله يرجع يأخذنا أنا وأخوي على الأرض. كان يعني مثلا يولع نار، يجوا الجيش يحكون أنت أهبل، بس أبوي يحكي في عقله لا، أنا بستسلم مش عن أرضي، بستسلم مش عن أرضي، لأن أبوي باقي يحب أرضه كثير مش شوي. بعدين يعني إحنا نشوف نهوتة، أنا وولاد عمي قاعدين بشوف نهوتة زهكانين، بيحكي لنا تعالوا بدأخذكم على المشوار، يا بيودينا على بركة يا بروح يودينا يسلينا، يعني أبوي باقي يبسطنا كثير، هو دا يفرحنا. شو بدي أحكي، تمني أحكي جمال الله يرضى عليه، الشارع كله بحبه وبريده، كان يحب العبادة، وين ما بدي أروح يطلع معي، ودك تأخذني بدي أروح أصلي على الأقصى، وكان يطلع معي على الأقصى دائما، كان يحب للوطن، يحب لأصحابه لقرايبه لأهل بلده للوطن، دائما يظل يراجع بالنسبة لحب للوطن. والحمد لله الله يرضى عليه، هاي الطريق اللي اختارها. قارئ بنهم، قارئ بجشع، في الشيء يوم بمر عليه اللي لازم يقرأ،
لازم يقرأ، مش بس يقرأ، بيوظف القراءات اللي عم بأخذها وبيقرأ للكل، دراسات إسلامية، بيقرأ ماركسية، بيقرأ تاريخ، بيقرأ دراسات إسرائيلية، وهذا ساهم في يعني تشكيلة الكاريزما تبع الجمال، يعني ساهمت بشكل كبير جدا إنه خطيب ومتفوه كمان بيحكي عن ألم ومعاناة الإنسان. جمال من الجيم لللام كلها معاناة، بس دائما أبدا كان يحول الألم والمعاناة لتفاؤل ولحب الآخر، ودائما أبدا بكل الناس إنه صح متألم، بس إذا أنت يعني متمسك بحالك استفيد من ألمي وروح باتجاه الآخر. تعلمت من جمال الصبر، الحكمة، دائما هاي النظر بحكيها إن دائما تفائلي بالخير، ودائما شوفي أو خدي إنه الناس فجواها في خير، يعني إنه اتوقع من الناس دائما الخير، هذا أحلى إشي فيه، أحلى صفة فيه، دائما اتوقع من الناس الخير عشان الله يبعث لنا فعلا الخير. تعلمت منه إنه التعليم مهم كثير لبنت، على فكرة أنا خلصت الجامعة عنده هان بعد ما تزوجت، يعني كنت سنة ثانية جامعة وهو كمل معي، يعني وقفت شوي عن الجامعة، كان عندي توأم ورجع هو شجعني ورجعت كملت. كان طالب مدرسة مجتهد بحب معلمينه، لليوم مدرسينه في المدارس وفي الجامعات بتحدثوا عنه بشكل كثير حلو، مش يعني جمال هيك كنا متوقعين، بس بظروف أفضل إنه يكون محقق شغلات أكثر من مجرد إنه يكون موجود في السجن. درس دراسات الأولى في مدرسة حسان لحد المرحلة الثانوية الأولى، يعني الأول ثانوي، لأنه كان معتقل، ففي التوجيه اعتقل، طبعا هو عمره 12 سنة. قبل ما يعتقلوه تعرض لعملية، تعرض لإصابة بالانفجار مجموعة ألغام كانت موجودة في الأرض قريبة من أرضنا، ويبدو أنه كان إما السيل أو بنعرفش، يعني الألغام في المنطقة هذه في حق الألغام من قبل 67 زرع الأردنيين، فانفجرت في كل جسمه، يعني في إيديه وفي وجهه وفي صدره، ما زال في شظايا لحد هلا في جسمه. مرة واحدة زرته، كنت ممنوع، قدمت لحقوق الإنسان بعد مدة طويلة، تمنى أداني السماح، والأول مرة رحت رجعوني، أما المرة هذه في 12/2 أي نعم زرته بال81 وقت مقتحم ألين جولد بني الأقصى، كانت في مواجهات عنيفة، وكانت مجزرة الأقصى، فهو أصيب إصابة خطرة، وبعدها نقل أمضى يعني تقريبا 3 شهور في المستشفى، بعدها اعتقل لمدة 3 سنوات. في 3 سنوات ما ثننش على التعليم، كمل دراسته وكمل توجيهه، وبعد ما طلع كمان كمل التوجيه، عاد التوجيه مره ثانيه على اساس انه يتحصل على معدل لاهله يدخل الجامعه. في, في, في سنوات هاي الطفوله وهو صغير، يعني انا وياه ما كنا نعرف بعضنا الا غير انا ناصر جبر حمامره، هو جمال جبر حمامره، لاني انا كمان اعتقلت وانا صغير، هو هم لما اعتقلت انا هم كان هو كان صغير كمان، فما عرفناش بعضنا، يعني ما كانت هذيك اللقاءات اللي نعرف هويتي وهويته، مزاجي وجدانيتي أنا ولا هو. كمان إن أخو الأكبر الهلم وبعد في الأردن نفس الشيء، كمان كان الأخ المعتقل، فكنا يعني مشتتين إلىها، يعني نوعا ما إذا بنقدر نوصف حالنا بهذا الشكل، لكن في داخل الوطن. بذكر في مرة من المرات رحنا أول ناس زاروا النقب الدفعة، إحنا لما رحنا أنا طلبت واحد، طلعت الضابط اللي جاء اللي ورايا رهب كل شو، أنت بدك واحد؟ ما عندك واحد؟ طب ما في عندك كمان أخرى واحد؟ قلت لأنه قال جمال وإن ملبتين أجلكم الله ملبتين بسطار إلتان تبعه شو؟ وكل حتى اليهودي درزي صار يضحك،
يابا انتوا اثنين هانا؟ قال يابا الثلاث. بس زادت ألم عند أمي وعند أبوي اللي كانوا يتنقلوا من سجن لسجن ونحن نعتذر منهم يعني، بس إن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم. كنا إن حدا يروح على سجن رام الله، حدا يجي على سجن جنين، حدا يروح على سجن نابلس، حدا يروح على سجن مسكوبية، ويروحوا على الآخر، لأن كانت زيارات أيام جمعة. هاي الألم كمان ساهم في إنه أوجد هيك محددات في شخصية جمال، أوجدت شوية إنه جمال ما كانت بس مجرد أسير وأخ. جمال كان طفل صغير، بس لا هو كان رجل في شكل طفل. بفتقد يعني بالأيام غياب جمال بيأثر علينا دائما كالكنين كلك، مفيش أمان حتى للأولاد. أنا مسؤولية كبيرة صار عندي، يعني أكثر إشي حتى لما أجوا اعتقل يعني أجوا فتشوا الدار بعد اعتقاله، يعني كثير كانت مقلق مخيف، يعني بطلنا حتى يعني صار الليل عندي شوية لازم أظني صاحي في أتأكد من الأبواب تسكر مش متسكرات، مين حوالي الدار، أي كركعة أدايك منها أقوم أدور. بأثر هذا علينا طبعا، بأثر. أخذوا الجيش ويعني يعني كرفنا، يعني بطل ولا واحد يفرح، صار الكل يتزهكان وفيش حدا يسليه. مدام ما الغالي راح بطل في حدا يسلينا، يعني لحد الحين أنا ولاد عمي ولا واحد حين صار يشوف البركة اللي نزلنا عليها، ولا واحد لحد الحين. بس يعني أبوي كان يعلي، يعني كان هو زمان يخبي ذكريات كثيرة، هي يوم كبير قاعد يحكي لي خبي ذكريات كثير، بس أنا للأسف ما خبي لا ولا ذكرى. تعرفت على فلسطين أكثر من خلال جمال، حبيت فلسطين أكثر من جمال. الأسرة، موضوع الأسرة عن جد يعني في ناس كثير بتجهلين الموضوع هذا ولا سمعوا فيه، يمكن لأنهم بجربوش معاناة الأسرة، بل مهمش يعني أنا ما جربوا. بعد ما الواحد يجرب بشعر شو يعني أسير، شو يعني أهله، كديش معاناة لما نروح نزور، كديش معاناة لما استنى ستني يعني هالزيارة. يعني بتذكر أول في 2014 الزيارة يعني الاعتقال الأول إله بعد ما تزوجنا، كنا لابسين وجاهزين وطلعنا 4:30 أنا وعمتي حماتي مرة كبيرة أولادي باب السجن بالضبط، حكونا أنتوا ارجعوا مرفوضين. طب ليش معنا تسريح؟ يعني كانت أكبر صدمة، يعني يعني وجعتنا أكثر من السجن نفسه، أكثر من اعتقال جمال نفسه. بس لما التقينا في السجن كان وضع آخر، يعني مش كان أخوي في السجن، كان أخوي في السجن بس كان رفيقي، كان في مثابة مش بس سند، كان يعني متخندق جنبي. أنا أكبر منه بس مرات كثيرة كنت أتعلم منه، أتعلم صبره يعني صدميته حتى مع الاحتلال، أتعلم منه إنه إذا أنت موجود في قبيلة التحقيق يعني تذكر بس مين أنت، تذكر إنك أنت ممكن هلا تتألم بس أخر شوية ممكن تتألم سنين، بس إذا صبرت على ألمك هلا وعضيت على ألمك أنت ممكن يكون ألمك مقصور في فترة معينة وبعدين تتغلب على ألمك. فبعد ما التقيت أنا وجمال في السجون كانت رحلة خففت شوي، والأيام اللي مرت معانا ما بيعلم فينا إلا ربنا، بنقول يا الله الصبر، يا رب تلهمنا الصبر. الحمد لله كان وقتها ناصر وجمال وهيثم وطارق كل هذول في السجن، بس إنما هيثم كان في المستشفى في الرملة. وستي يعني كانت تحكي لي أشياء، يعني قصص كثير عن أبوي، أكثر من قصة، يعني قصص إن ستي تفش كلبها، يعني حتى يعني أبوي، حتى أبوي دي فش كلبة، أبوي جوا كلبة فلسطين، يعني فلسطين بدها إياها تتحرر، يعني في كل شيء بدها إياها تتحرر، كل شيء. كل ما بطلع في وجه واحد منهم بطلع بشوف صورة جمال، بقول لك لما بشوف عبد الرحمن بشوف جمال. جمال يعني أنا لحد هلا بشوفه أبو عينين زرق هيك، الولد الصغير الحبوب اللي بده يطير هان وهان وهان، بده يسوي كل شيء لهالناس ويقدم كل شيء، يفرح أي حدا حتى لو كان على حسابه، حتى لو كان على ألمه، حتى لو كان على الحمد لله رب العالمين. يعني بقول إنه جمال إلى حد ما يعني أنجز، إنه اليوم حديث شارع، إنه اليوم الأولاد في المدارس بكتبوا عن جمال،
الصبر قوة، وإحنا تعلمنا منك أنت الصبر يا جمال. أمانة الله. بنتي ملاك كثير ماخذة من أبوها صفات الثقة بالنفس والكتابة، يعني في على الإذاعة، إذاعة فلسطين، إذاعة الأسرة، دائما لازم تشارك فيها، لازم تحكي خطاب. ستي يعني باكي يعني ترتاح بشي، يعني ستي باكي وضعها 4 باكين في السجن يوميتها، يوميتها عمي طارق وعمي هيثم وأبوي وعمي ناصر. يوميتها ستي بكتش تحط اللقمة في ثمها، كثر ميتة زعلانة يعني مش قادرة، يعني عان مع الكاسم أبوي وعمي، يعني في واحد بفرق بين أولاده؟ لا. تأكل جمال كان على الحمالة، يعني ما في إمكانية يروح ليجي. رجعوا على البيت مرة ثانية، بلغوا البيت أمي وأبوي. أمي أختكل أبوي وأختي قاطبة، ظلت أمي وأختي، صارت عملية تبادل. يعني إذا أنا بجي بسلم حالي بروح أمي وأبوي، بروح أبوي وأختي وبهدوش البيت، ومعي للساعة 7:30. إذا بسلم حالي خلال الفترة هاي مش راح يسوي الأشياء. فكانت في صفقة، يعني خلينا نقول هيك، إن أنا لا بروح بسلم حالي وبلاش أهدد بيت، بروح أبوي وأخوتي. بالفعل أنا عاد رحت سلمت حالي، ما بين تسليمي لحالي وما بين ما أبعدونا، نحكي عن ساعة زمان فقط، وكأن كانوا يستنوا تمنى يكتمل العدد القائمة اللي كانت يعني مرشحة للإبعاد. جمال في هذيك اللحظة يعني ما كان في مجال لا يتحرك ولا إشي، ولا حتى يروح على الحمام ولا كل جسمه مصاب، كل جسمه فيه رصاص، مش في محل واحد. فأذكر لما أجوا نادونا، مشان منعرفش إحنا كمان على الإبعاد، لما طلعونا برا على الساحة باب مركز توقيف المقاطعة أو البصة في بيت لحم، كانوا كثير حاقدين بالتحديد على جمال، لدرجة أنه نزلوه في بركة مياه لفوق الركبة، لأنه فيش مجال يعني يمشي زينا. بعدين طلعوا في الباص، تصوروا واحد مصاب المية، طبعا كلنا حطونا بهذا الشكل، بس احنا كانوا يمركونا من الجورة مرور عادي، بس جمال الضابط هذا تقريبا قاعد، تصور كيف الواحد يقعد بعدين 36 ساعة والمية عليه ومصاب ومكلبش بديه وبجريه. توت الباص ما قالش أخ تعبان. جمال الأكثر إشي اللي متعبه إنه هدول اللي زي ما هم حكون إنه في كتل سرطانية عند القلب، يعني حتى الكلمة يحكوها يا هيك صعبة، يعني كيف هيك بتحكي لمريض هيك إشي؟ فهو بيحكي إنه مش راح أفكر إني أتعالج عندهم هناك، قررت إني أطلع ومستنى سنتها يطلع عشان نكمل علاجه برا، لأنه لما أضرب كمان على الطعام صار عنده زي التهاب في البنكرياس، غير بالإضافة إلى مشاكل الأمعاء، فهذا كمان أثر عليه. مش جمال الأول، يعني هو بجابر فينا، وأنا كله ولا همك، تخافش يابا، وهذا السجن للأزلام، للأبطال، للشجعان. طبعاً مع تراكم الاعتقالات كانت كثير وضع الصحي شوية، يعني مش شوية، كثير كان صعب، وكان متقلب بشكل كبير جداً هذا الوضع، وزي يصير ثاني الفترة الطويلة إلا يطلع بحالة مرضية، بحالات مرضية مختلفة. بس المرة هاي بعد الإضراب عن الطعام اللي حصل في 2014 كثير أثر بشكل كبير جداً على وضعه الصحي، وعلى يعني الأثار اللي صار معه بسبب الإضراب. 64 يوم هذول مش كلام، يعني هو كان الإضراب. بعدها روح من الأسر، انتصر وقتها في قضية الاعتقال الإداري. المرة هاي للأسف الشديد اعتقل أخرى مرة، صار له تقريبا 1 سنة و2 شهر. التمديد الأخير كانت 4 شهور. بعد 5 شهور من اعتقاله عملوا يعني كان في عنده حالة مرضية مش واضحة، اتوقع هو انه نتاج الالم اللي في صدره، لانه سبب كان مسوي كسترة بعد ما روح من الاضراب، انه سبب مرتين كسترة، وكان يعاني من يعني مش فكرنا، وهو الاخر كمان كان يفكر انه بسبب الوضع اللي هو سابقا باكن، اخذوه على المستشفى سووا له فحوصات في ادارة السجن، فهم بقول انه في اول مرة، ثاني مرة، وثالث مرة بعدها قالوا انه في كتلتين ورميات موجودات ما بين القلب والرئتين، لكن احنا ما بنقدر نحدد شو هدول، شو هي، شو الموجود لحد هلا، لحد اخر يعني الاسبوع اللي قبله، الاسبوع اللي فات
بيحكوا عن كم سجن الرملة، سووا له فحص، واللي قبله كمان بأسبوع أخذوا يومين ثلاثة أيام سووا له فحوصات، لكن لحد هلأ ما حددوا شو الموجود، شو اللي بصير معه. وضع بكل أنا كثير بتألم، مرات كثيرة بكون الوضع صعب عليه، لكن ما في علاج. تعلمت منه الصبر كثير. لما انطخن باب الدار وخذوه على هداسة، واللي سووا له العملية سووا له إياها الدكتور واحد عربي في المستشفى هداسة وواحد يهودي، ونجحوه ونجحت العملية. 118 طرزة من هان و 118 طرزة من هان، لأن الرصاص قطع الشريان. أجا الله بكل ثاني يوم ثالث يوم الله اللي بكل دخلت علينا الجيش، وإحنا نائم في المستشفى في إقبالي ناس من أبو غوش، الله يمسيك ومسيهم بالخير. الله بكل وكل مين هذا النايم؟ الضابط المخابرات اللي بكهانا قال له هذا أبوه، قال له ممنوع ينام هون، قال له مش هذا مش شغلك. مين؟ الغواشي، قال له هذا مش شغلك واطلع برا، هذا بيت حليم، هذا للراحة مش للمقاتل. ربطوه في جريه، والله ما أزل وهو صاحي. وأنا مخلي حالي نايم ولكن صاحي. ربطوه في جريه وربطوه في ديه في الكلبشات وربطوه في التخت. لما تعرض للإصابات هاي نكل على أساس أنه خلاص، يعني بعد كل هذا الوضع اللي في حملوا في كيس الأسود أخذوه على قرية جنبنا على أساس يدفنوه في الليل. في القرية اللي جنبنا ما يعني أجى الجيش، لما جمعت الناس وصاروا ينادوا إنه في شهيد، أجى عود الجيش أخذ الكيس الأسمر مرة ثانية اللي هو جمل، أخذوا على معسكر الدهيشة. في معسكر الدهيشة هناك حملوا في أمبولانس الجيش اللي ودوا على أبو كبير على التشريح. في التشريح اكتشفوا إنه ما زال حي يرزق. جمال اشتكنا له يا رب يطلع عن قريب، ومستنى استني يعني شو بدي أحكي لك، سندي هو إن شاء الله بيجي عن قريب. الله يا ابوي يفرج همك ويطلع كل الأسرى اللي معك. بتمنى له يروح ويرجع للشارع اللي بحبه، للناس اللي بحبهم، للبسطة اللي بيسألوا وبيستبدين اليوم بقوه. جمال احنا بنستنى فيه. الصبر هو كل اعتبار، الصبر قوة، والصبر قوة إيمان، وهذا الله كتب علينا. لازم نقول الحمد لله على ما أعطانا، غير هذا ما بعطي ما بقول له.